البام يلا يسلمكم، قصينا الله يسلمكم الراس وقصيناها من تحت وشوية بس قصيناها بالنص، مو بكامل بس نص. ماما صارنا البامية. أيوة صارنا بامية. لازم شيء مقلي أول. أول شيء قالوا البامية. أول شيء قلي. هذا فجر كل شيء موجود. هني. هاي البهارات طبعاً. هذا بهارات أنا ركب. ضيف المقادير الثانيه في نفس التاوله اللي استخدمناها حق اللي هو الباذنجان، حطت الطماط، ورق الكاري، بصل، البصل، عندكم الكسبره بعد، كسبره ايوه، اسباب ايوه، ثوم وزنجبيل، ثوم زنجبيل، كركم شويه، وبتستخدم بزار ممتاز. نفس الطريقه بس شو ما حطينا العدس. اي نفس الطريقه ما بيعطي عدس. ايوه شويه زيت. حطيناهن على النار بنبتدي نجلبهن لين ما تذوب المقادير كلها. هني خواتي على صالونه الباميه ضفنا اول شيء الزيت، ضفنا حبات الخردل، ومن تطلع صوت بنبتدي نضيف شويه من الحلبه. الخلطه اللي سويتها حق الباميه طبعا كونوا حذرين وانتم تضيفونها، والخلطه هاي تختلف عن خلطه الباذنجان ان ما فيها عدس. مقدار يفور خليناه يمكن 10 دقائق او 15 دقيقه، والحين بنضيف الباميه. هاي الباميه احس انها بتطلع من الاخر. هذا الاكل يسدك حتى بدون ودام مع عيش شيلاني بعد كم يسوي.